قررت الولايات المتحدة وقف تسليم تركيا مقاتلات F-35 ردا على شرائها منظومة صواريخ S-400 الروسية. وكشف البنتاغون أن حجم خسائر أنقرة على خلفية شطبها من قائمة المشاركين في برنامج إنتاج المقاتلة الأمريكية سيبلغ نحو 9 مليارات دولار. ما بين اقتصادية وعسكرية تتوالى العقوبات على تركيا بسبب سياسة نظام أردوغان. فبعد 48 ساعة من فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات اقتصادية على أنقرة بسبب إجراءاتها الاستفزازية وغير المشروعة بالتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص، وجهت واشنطن ضربة موجهة جديدة للنظام التركي عقب إصرار الأخير على إتمام صفقة الصواريخ الروسية S-400 التي وصلت إليها بالفعل، حيث تم إقصاؤها من برنامج حلف شمال الأطلسي لتطوير مقاتلات F-35. الإجراء الأمريكي جاء بعد تحذيرات عدة لم يستمع لها أردوغان جيدا، فما كان من الولايات المتحدة إلا اتخاذه، بل والطلب من الطيارين الأتراك الذين يتلقون التدريبات على طائرات F-35 بمغادرة البلاد قبل نهاية الشهر الجاري. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن حجم خسائر تركيا على خلفية شطبها من قائمة المشاركين في برنامج إنتاج المقاتلة الأمريكية سيبلغ نحو 9 مليارات دولار. للأسف توصلنا إلى هذا الطريق المسدود، ولكن مكتب المشترك لبرنامج F-35 سنتواصل مع شركائنا في هذا البرنامج لإلغاء مشاركة تركيا في هذه الشراكة، حيث نعمل على تطوير وتطبيق أمور جديدة في سلسلة إنتاج، وسنزيل تركيا من هذا البرنامج، والجسر الذي سيؤدي إلى إزالة تركيا هو برنامج سيستخدمه الموارد الأمريكية، ولكن هذا البرنامج كان مفتوحا منذ البداية للمشاركة الأطراف أخرى. البيت الأبيض بدوره اعتبر أن الرد الأمريكي جاء بسبب عدم انصياع أنقرة لتحذيراتها السابقة من أن طائرات F-35 لا يمكنها التعايش مع منصة لجمع معلومات استخباراتية روسية ستستخدم لاختراق القدرات المتقدمة لهذه الطائرات. سيلقي هذا الإجراء بظلاله على العلاقات الأمريكية التركية خلال الفترة المقبلة، كما يحمل تبعات أخرى على الاقتصاد التركي المنهك الواقع بين رحل العقوبات الدولية وسياسة أردوغان المتخبطة.